فريق مودرن فيوتشر اتعادل مع فريق البنك الأهلي بنتيجة 1-1 في المباراة اللي جمعتهم على استاد القاهرة الدولي ضمن الجولة 22 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز. وبالنتيجة دي بيحتل فريق مودرن فيوتشر المركز 11 بجدول ترتيب مسابقة بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 27 نقطة، بينما ارتفع رصيد فريق البنك الأهلي للنقطة 19 في المركز 14. فريق فاركو حقق الفوز على الجونة بنتيجة 2-1 في المباراة اللي جمعتهم في الجولة 22 من بطولة الدوري المصري الممتاز، وبكده بيستمر الجونة في المركز العاشر برصيد 28 نقطة، فيما يحتل فاركو المركز 16 برصيد 16 نقطة. فريق سيراميكا فاز على فريق طلائع الجيش بنتيجة 2-1 في المباراة اللي جمعتهم على استاد الجبل الأخضر ضمن مباريات الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري المصري، وبكده بيرتفع رصيد فريق سيراميكا للنقطة 31 محتلا المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري، بينما توقف رصيد طلائع الجيش عند النقطة 28 محتلا المركز التاسع. البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق ميران على ملعب أكاديمية بركان استعدادا للقاء نهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية. خاض لاعبو الزمالك فقرة بدنية خلال ميران أمس، وأدى اللاعبون تدريبات الجري حول الملعب بجانب فقرة خاصة للتدريب بالكرة. سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة خسرت منافسات دور ال 16 بالتصفيات العالمية واللي بتقام بتركيا أمام لاعبة منغوليا بنتيجة 6-1 لتفقد فرصة المشاركة في أولمبياد باريس 2024. محمد إبراهيم كيشو لاعب منتخب مصر للمصارعة الرومانية اتأهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وده بعد ما حقق الفوز على لاعب كازاخستان في المباراة الفاصلة بالتصفيات العالمية والمقامة حاليا في مدينة اسطنبول في تركيا. وفي الدوري الإيطالي فاز انتر ميلان على فريق فروسينوني بخماسية نظيفة في المباراة اللي جمعت الفريقين امبارح في افتتاح منافسات الجولة 36 من مسابقة الدوري الإيطالي للموسم الحالي 2023-2024. رفع انتر ميلان بطل المسابقة رصيده ل 92 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما توقف رصيد فروسينوني عند 32 نقطة في المركز 16.